داخل وخارج إقليم العرائش، بحيث اليوم يتوافد علينا ممثل الجمعيات الرعاية الاجتماعية وقاعة التمرس من إقليم وزان، وكذلك من إقليم طنجة، وأيضا ممثلي الرؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية ودعم التمرس في إقليم العرائش. بيننا هذا هو ليس أول لقاء يعني على مستوى إقليم العرائش، يعني لقاءاتنا تتكرر كلما سنحت الفرصة، وهذا الإقليم إن شاء هذا اللقاء أيضا ستتم خلاله مناقشة مجموع الصعوبات ومجموع ما يراودنا لكي ننهض بهذا القطاع الحيوي، لأن يهتم بأبنائنا وفتاة كبدنا وبمستقبل بلدنا ألا وهو النشء الصاعد. بالنسبة لي أنا كمندوبة لإقليم العرائش، يعني هناك مجموعة من الملاحظات التي سنناقشها خلال اليوم التواصلي، ولكن أهم شيء هو يجب أن نعمل جميعا على رفع المؤشر الأساسي، لأن الهدف ديالنا بالنسبة لدعم التمدرس هو الإدماج داخل المؤسسات التعليمية، يعني تقديم مجموعة الخدمات الضرورية التعليمية للأطفال من أجل إدماجهم في إطار برنامج الأمس المدرسي الذي تهتم به مديرية التعليم. وأيضا بالنسبة للأطفال المتوجهين مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المؤشر الأساسي هو الرفع من المستوى الدراسي، لأن يعني كل الظروف مواتية من أجل أن نعمل مع الأبناء مع الأطفال على أساس الرفع من مستواهم الدراسي من أجل تحصيل نتائج دراسية تفوق 95%. للأسف على مستوى إقليم العرائش كان النسبة خلال هذه السنة 87%، مما عرض المندوبية إلى مساءلة السيد العام حول تلدي هذه النتائج. هناك أسباب كثيرة، أكيد أن أول دفع قمت به هو أن يعني الأطفال الذين يرسبون في, 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 في المؤسسات هم الأطفال الوافدون الجدد على المؤسسات الذين يعني يتم قبولهم دون مراجعة المعدلات المدرسية من أجل أن لا نقصي أحدا تتوفر فيه الشروط من أجل القبول، ولكن هذا لا يمنعنا من أجل دعم القسم التربوي من أجل النهوض بهذا المؤشر الأساسي، والذي أساسا وجدت من أجل هذه المؤسسات. الهدف ديالها هو أننا الأبناء ديالنا يمشي أبعد يعني أبعد مسار ممكن في التعليم ديالهم والإيمان الدمج ديالهم في النسج السوسيو اقتصادي للمجتمع، وكذلك أكيد أن التربية راها أساس كل شيء، لأننا نحن بحاجة إلى أطفال يتمتعون بأخلاق عالية، ونوفر لهم كل الوسائل من أجل أن يتمتعون بمستوى دراسي محترم. أعطي الكلمة قبل أن نمر للسيد فجيل، لأن سنجعله مسكو بخزن، يعني سأعطي الكلمة للسيد المندوب. اللي كتقدموا بها الحصول على المنح لا بد أن تدققوا فيها، لأن بعض المؤسسات ولا بعض الجمعيات كيكونوا أخطاء، والأخطاء تؤدي إلى عدم صرف المنحة أو تأخر المنحة، وهو ما يشكل واحد العائق بالنسبة للسير العام ديال المؤسسة. إذا نحاول ما أمكن أننا بالتنسيق مع الخبير المحاسباتي، إلا بدا كدير هذيك العملية ديال الخبير المحاسباتي، فالعمل على يعني التدقيق معاه بالوثائق التبريرية تكون يعني دقيقة تراعي الشروط القانونية، باش ما يكون حتى شي إشكال إن شاء الله في الجانب ديال الملف طلب المنحة. ثم هناك نقطة أخرى اللي بغيت نشير لها، هو نعمل على تشخيص حول المؤسسات وإنجاز مشاريع المؤسسة. الجمعيات لا بد باش يمكننا نتقدموا في العمل ديالنا، خاص على الأقل مرة في السنة تكون واحد تشخيص ديال المؤسسة، نوقفوا على نقاط الضعف ونقاط القوة اللي كنتميزوا بها، نقاط القوة باش نحافظوا عليها ونقويوها، ونقاط الضعف أننا ندعموها. مثلا باش تكون واحد المؤسسة عندها إشكال، مثلا إشكال مادي، مثلا سأعطي مثال بهذا الجانب لأن مجموعة هذه المؤسسات عندهم هذا الإشكال المادي، أن تيكون إشكال مادي مثلا تنحطوا مقترحات مثلا أو الترافع من أجل أننا نرفعوا من الجانب المادي ديال المؤسسة، ما غاديش يبقى غير التعاون الوطني. التعاون الوطني هو شريك في المؤسسة، كيعطي منحة يعني مسودة معروفة سنويا، ولكن خصنا نشوفوا شركاء، يعني تنويع الشراكة وتنويع المداخيل ديال المؤسسة.
العمل مع الجامعات المحليه يعني يكون عمل جيد. هاد الاطفال يعني تيكونوا في تراب الجامعات المحليه، لان رؤساء الجامعات المحليه خصهم يساهموا في مع هذه المؤسسات باش ترفع من المداخيل ديال المؤسسه. ثم التواصل مع الفئه المستفيده والتواصل مع المؤسسات التعليميه حول الجانب ديال المردوديه، يعني نخدموا على الجانب ديال جوده الخدمات في المؤسسه، ونخدموا على المردوديه ديال الاطفال ولا المردوديه ديال التلاميذ، نسبه النجاح خصنا نرفعوا من نسبه النجاح. هاد الوليدات هادو تتكون موفره لهم الظروف يعني ديال التمدرس، يعني باش غيتنقلوا من واحد المنطقه لواحد المنطقه خصوصا المناطق النائيه، يعني يجدون صعوبه في هذا. فمن كتوفر واحد المؤسسه فيها الايواء هي المواكبه، كاين مؤسسات المشكورين على المجهود نفسي ولا الدعم الدراسي، يعني جلب اساتذه من خارج المؤسسه اللي كيقدموا دروس في الدعم، فقصد الرفع من المردوديه وقدر الرفع من نسبه النجاح داخل المؤسسات. ثم نقطه اخيره هي الجانب ديال اللقاءات التواصليه على مستوى المدينه والزن. فان شاء الله حنا غادي نبرمج لقاءات تواصليه مع الجمعيات، دورات تكوينيه، قصد اننا ان شاء الله نوصلوا الى نتائج في السنه المقبله ان شاء الله، نتائج مرضيه. شكرا لجميع الحضور وشكرا للسيده المدير المؤسسه. الكلمه للتنميه البشريه ومجموع الجمعيات من اجل الاستفاده من هذا الدعم الذي من الاكيد انه سيحسن ظروف الايواء داخل المؤسسات. الكلمه الان للسيد فجيلي. هو فرصه باش نشكركم انتم قدامنا وحنا قدامكم وتتشوفونا تنشوفوكم، يعني واحد تنشكركم جزيل الشكر حقيقه والله تنكتبوا لكم التزام بالمسطره وهذه دائما هذه فرصه باش نشكركم باش ما نبقاوش غير هذاك الجانب ديالنا. أنا متواجد في هذه المدينة اللي عزيزة عليا وفيها واحد خمس سنين ديال الذكريات، وجيت سعيد باش نعاود نشوف ناس اللي شحال هذا مشتهم حاجة خلاف شهادة على ذلك. دونك أنا جيت سعيد بالتواجد معكم. دونك هنايا هذا اللقاء التواصلي هو فقط نهضروا معكم وتهضروا معانا، تشكيو لينا ونشكيو ليكم، يعني حنايا منظومة واحدة، نظام واحد اللي هو هدف واحد هو الخدمة ديال الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية صعبة اللي متواجدين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأيضا في الهدف ديالنا أيضا هو الخدمة ديال الأطفال اللي في وضعية إعاقة اللي كاينين في المراكز ديال الدعم التمدرس. وفي الحقيقة هذا عمل من أنبل ما يوجد في العمل هذه، هو راه صراحة الله أقدر المجهود ديالكم وأقدر داك التعب ديالكم وأقدر أنكم تتخدموا مع فئة صعبة، راه ماشي فئة سهلة، فئة اللي تطلب منا واحد مجموعة ديال المواصفات فاش يمكننا، راه ماشي أي واحد يجي يخدم في هذا الميدان، هذه مفروغ منها. ومني كنت متواجد هنا في هذا الشيء راه أكثر من 10 سنوات على ما أعتقد، وباقي ناس في الجمعيات ومتشتتين، واحد الصبر وواحد هادي اللي ما ساهمش. دونك في العمل الاجتماعي راه الله وحده هو سبحانه وتعالى اللي جازي الجميع. جمعناكم بجوج رغم ان الاختلاف في الفئه المستهدفه، كاين جمعيات ديال الاشخاص في وضعيات اللي تتعلم بالاشخاص في وضعيات اعاقه او الاطفال في وضعيات اعاقه، وكاين ديال مؤسسات الرعايه الاجتماعيه اللي في حقيقه التشابه راه كاين بجوج
جوجهم مؤسسات للرعاية الاجتماعية، غير هذيك تتخدم في واحد الإطار والباقية في إطار واحد. فضلنا نجمع لكم هكذا باش يكون تتواصل مع الجمعيات الأخرى. يعني أنتم أكيد 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 راه كاين اللي تيخدم هنا وهنا، ولكن هنايا باش العرض ديالي غادي يكون جد مقتضى، ما غاديش نتقل عليكم، لأن هذا لقاء تواصلي. ومن بعد غادي ندوزو للورشات، جوج ديال الورشات، ورشة ديال اللي فيها الجمعيات ديال العاملة في مجال الإعاقة، وجمعيات المشرفة على مؤسسة الرعاية الاجتماعية، ونهضرو بكل صدر رحب قلب مفتوح، شنو هما الإكراهات اللي تتواجهنا جميعا. الإكراهات ديالكم هما ديالنا حنا كإدارة، وديالنا حنا كإدارة راه هما الإكراهات ديالكم. دوك راه نتوما عندكم إكراهات وحنا عندنا إكراهات، هادي نناقشوهم وهادي ونخرجوا في التوصيات، ونطلبوا من 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 الجهات الأخرى نرفعوا لها التوصيات، وسواء هاد التوصيات غادي تمشي في المنحة ديال مثلا حاجتنا بالقطور، حاجتنا بمنح إضافية، حاجتنا بتبسيط المصادر. يعني راه كاين هادي ليسونسيال هو أننا نخرجوا التوصيات، وأنا عندي يقين بأنكم عارفين الإشكالية وعارفين المشكل، وأي واحد فيكم راه أصبح خبير وعنده خبرة في الجمعية اللي تنتمي ليها، وراه غير تقول له قول لي شنو هي الإكراهات، راه غادي وغادي تكون موضوعية ومنطقية. دونك بالنسبة للجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، وتتحتضن تقريبا 6228 من الفئات اللي في اللور تتشوفو واضح. دونك 6228 ديال المستفيدين ب 112 ديال المؤسسات اللي تتواجد. اوزمون كاينه متواجده اكثر حتى في العالم القاري، وربما اللي في العالم القاري هما دور الطالب والطالبه. وهاد 112 راه مجموع مؤسسه الرعايه الاجتماعيه، فيها دور الطالب والطالبه ودور الاطفال ودور المسنين ودور الاطفال المتخلى عنهم، يعني جميع الانواع ديال المؤسسه الرعايه الاجتماعيه. بالنسبه للمستفيدين كاينه المقاربه ديال النوع، وكاين عدد المستفيدين من الاناث يفوق الذكور، والاهميه ديال هذا فين تتجلى في العالم القروي اكثر، لان تتحرم الهدر المدرسي لدى الفتيات. كان من قبل معروف في صفوف الاناث اكثر، وبالتالي غادي تحارب حتى داك الزواج المبكر اللي هو البداية ديال جميع المشاكل اللي تتعرض ليها الفتاة، اللي تتعرض ليها الأسرة في المستقبل. دونك تتساهم بواحد الشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي وفي الزواج المبكر اللي تنتج عليه عنف وتنتج عليه بزاف ديال الحوايج. دونك هذه الطالب والطالبة عندها أهمية كبيرة وكبيرة في المجال القراري. وغيرت حتى الدور الطالب والطالبه، راه من قبل اللي كان متبع الشان ديال هاد النسبه ديال التمدرس الفتاة هو قليل بزاف، قليل لان ما كايناش الوالدين ديالها ما يقدروش يكريو ليها في المدينه ولا شي حاجه. من بدات هذيك الدور الطالبه شجعت الاسر انهم باش يخليو البنات ديالهم. وهاد الطالب والطالبة غيرت تقريبا حتى معطيات السوسيولوجيا ديال داك المناطق، أصبحت المرأة فاعلة، أصبحت تكمل الدراسة ديالها وتتكمل حتى الدراسة ديالها العليا، وتتكون واحد ليليمون مهم بالنسبة للقرية ديالها، بالنسبة للدوار ديالها، بالنسبة هذا هو اللي بالنسبة للمؤسسة الرعاية الاجتماعية.
التوزيع ديالها تنبقاو في الحسيمة أكبر عدد نتبوع الشفشاون ونتبوع وزان هذه والسر في ذلك هو كثرة الطالب والطالبة لأن المؤسسات اللي ديال الأطفال المنتحلة عندهم هذه هي قليلة مقارنة مع دور الطالب والطالبة تنبقاو في نطاق من الأقاليم اللي ما عندهاش مؤسسات ممكن أن تكون ما محتاجاش ليهم دونك هنا راه المؤشر ديال أن العدد ضعيف ما تيعنيش أن هذاك الإقليم ما خدامش ولا هذيك ربما ما كايناش حاجة بالنسبة للتوزيع ديال عدد المستفيدين على هاد المؤسسات كاين الحسيمة فيها أكبر العدد متبوعها بوزان متبوعها بتطوان ألوغ في الكلاسمون ديال العدد كانت الشاون هي المرتبة الثالثة من ناحية العدد ربما الثانية ولكن في عدد المستفيدين هي الثالثة ربما حيت كاين في السنوات الأخرى بدينا تنلاحظو أن دور الطالب والطالبة ما تتوصلش الطاقة الاستيعابية ديالها يمكن كاين عوامل ديال النقل المدرسي يمكن الدولة راه دارت مجهودات ولا تتبني المدارس قريبة للسكن الناس ما بقاوش محتاجين للتنقل باش يمشيو لبلاصة بعد اللي فيها المدرسة المهم كاين عوامل هذه ولكن رغم ذلك يجب أن نطرح السؤال فاش لمعرفة الأسباب الحقيقية علاش بعض المؤسسات منخفض العدد ديالها لأن هذه المؤسسات هي موارد ديال الدولة فيها هذه من الأحسن تستثمر أحسن استثمار ما يبقاش مؤسسة مثلا فيها أو لا هذه لابد من التفكير أن مثلا تولي دير وظيفة أخرى إذا ما كانتش الوظيفة ديالها الحقيقية ما بقاتش دونك هذا هو الملاحظه اللي كاينه هو كاين المؤسسات ديال الطالب والطالبه اللي ما وصلش للطاقه الاستيعابيه ديالها وعاوتاني كاين المؤسسات اللي فاقوا الطاقه الاستيعابيه ديالها فاقوها بكثير ربما هنا التفكير في التوسعه ولا شي بالنسبه ندوزو للشق الثاني دابا احنا فتنا المؤسسة الرعاية الاجتماعية بالنسبة لدعم التمرس مؤسسات المراكز ديال دعم التمرس الأطفال وليات الإعاقة اللي عرف في السنوات الأخرى ابتداء من 2015 عرف واحد التطور أولا فضل المجهودات ديالكم هذه مفروغ منها فضل المجهودات ديال اللي متواجدين سور بلاس اللي في المراكز من الجمعيات والأطور ديالها والأطور التربوية ديال المراكز وديال التعاون الوطني وديال العمالات والأقاليم يعني كيتضافوا ديال الجهود ديال مجموعة ديال المتدخلين ماشي فقط غير متدخل واحد ولكن راه التعاون الوطني يدعم لدياش حتى هي ربما مجالس منتخبة غير هو الوحيدة أن كاين تحسن في الدعم هذا راجع للصندوق التماسك الاجتماعي اللي فضلوا التعاون الوطني والوزارة الوصية حصلت على موارد مالية إضافية وبالتالي ممكنتها باش تتزاد الجمعيات باش يخدموا في ظروف حسنة بدون أن نتصدق ديال الاندياج دور اساسي ومهم ومهم جدا راه يدعم حتى دوك المؤسسات اللي حنا راه باقي ما خضروش او لا باقي ما تيستافدوش من الدعم ديال التعاون الوطني بالنسبه لديال دعم التمدرس كاينين تفاوتات في تلقاو مثلا ولكن واحد التفاوت اللي لابد نتابعوه انتم كفاعلين جمعويين هو تفاوتات في المجال
جميع المراكز، جميع تقريبا كلهم في الوسط الحضري، الوسط القروي ما عنده والو، علما ان نسبه الاعاقه الاكبر فين كاينه في العالم القاري. وراه السيده المندوبه هضرت لي على ذاك البروجي ديال ديبيستاج، راه انا هذا الصباح شفتو بقيت ايطوني، وما اعتقدش ان 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 الاعاقه ولات بهذا الحجم. ومن وبعض المرات هذا الاعاقه راه هي السبب في 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 ديكروسا لابوندون سكولار، ولهذه بدون ما نعرفو تيدوز داكشي صامت، تنقولو غير الطفل راه ما تيقراش مزيان ولا يعني الو هو يعاني من اعاقه. كاين تفاوتات مجاليه قلت ما بين العالم الحضري وسط الحضاري ووسط القراوي، وكاين تفاوتات حتى في الاقاليم. كاين تلقاو مثلا طنجه وتطوان والحسيمه تحدى، والنسبيه العرائش تتحدى اكبر عدد ديال مراكز الاعاقه. واش الاعاقه موجوده غير في هاد الاقاليم والعمالات بابا؟ لا، موجوده في العديد. والبحث اللي دارته السيده المندوبه بالتنسيق مع العملاء يؤكد ذلك، ان الاعاقه راه كاينه وكثيره اكثر مما نتوقع. حنا اللي وصلنا اللي تيوصلنا في الاعاقه هو هذا نهضر لكم عليه. بالنسبه للمستفيدين، اكبر عدد ديال المستفيدين كاين في تطوان، متبع طنجة، الحسيمة، و الشفشاوت، ثم العرائش. هذا بالنسبة والعدد ديال المستفيدين في الجهة كلها 200 تقريبا 2010، هو العدد اللي لا يصل لتطلعاتنا جميعا، لا انتم كمجتمع مدني، لكن حنا ولا كمتدخلين على الجميع. دونك كاين مجهودات كثيره اللي خصها تبدل. بالنسبه للحاجيات، هاد الحاجيات اللي كاينه ماشي بحال لو ديغنوستيك اللي دارت السيده المندوبه، هذا حاجيات غير اللي تيسجلوا الجمعيات، يجيو تسجلوا عندهم تيقولوا مبكرا ما عنديش البلاصه، وتيديروا في لوائح الانتظار. لوائح الانتظار حقيقه انا مهمله، هادي راه هما يجاوبوا عاد ما ادراك بالاشخاص اللي فوق ديال الاعاقه اللي ما مشيناش عندهم، او ربما ما درناش لهم ديبيستاج، وحتى واحد لا يدري انه في وضعيه اعاقه. دونك هنايا كاين واحد العدد اكثر من 3000 اللي في اللوائح ديال الانتظار ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، وهذا يتطلب منا واحد المجهودات، وتيطلب منا مجهودات اضافيه تتقوم بمجهودات، راه تنقول راه ماشي مجهودات تشكرون عليها. هنايا غادي نلخص باش نختم العرض ديالي، ان مؤسسه الرعايه الاجتماعيه في الجهه ككل كاين 95 مؤسسه، هما كاينين 112 ولكن اللي ممنوحه منهم 95، الاخرين ربما في طور ترخيص أو لا باقي ما حصلوش على الرخصة. التعاون الوطني يمد هذه الجمعيات بما مقداره 10 مليون ديال الدرهم، 10 مليون ونص تقريبا سنويا. بالنسبة للأشخاص في المراكز ديال دعم التندرس، كاينين 31 على مجموع التراب ديال الجهة، واحد العدد ديال المستفيدين كما قلت.